السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع أخوكم معكم أخوكم شريف خورشيد. والنهاردة إن شاء الله هنتكلم في هذه المحاضرة إلى أين تتجه أسعار المعادن والعملات الرقمية في عام 2021. بشكر حضراتكم على حضوركم، وإن شاء الله تكون ندوة يعني مفيدة ونقدر نقول فيها معلومات تقدر تفيد الجميع. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم بالسلايد الأولاني. هنتكلم على تحذير المخاطرة، ده مهم جدا الحقيقة، وحابب أقول إن الندوة دي هي لعرض معلومات تعليمية وليست توصيات للشراء أو البيع أو توجيهات لأي أدوات استثمارية بعينها، حيث إن التداول في الأسواق المالية أمر ينطوي على مخاطر عالية جدا على استثماراتك. لذا إن كنت لا تستطيع تحمل هذا النوع من المخاطرة فلا ننصح إطلاقا بدخول هذا النوع من التجارة، لذا هيأثر بشكل سلبي على مستوى حياتك الشخصية والمعاشية بسبب الخسارة اللي ممكن تحدث لا قدر الله. ده يعني واجب التنويه عليه. طيب نروح للسلايد الثالث. وهنا بنتكلم على العملات الرقمية بالإضافة إلى المعادن. طبعا المعادن كثيرة، منها مواد ذهب، الفضة، بلاتين، ويمكن بتعد المعادن النفيسة زي الذهب تحديدا من الملاذات الآمنة اللي بتبقى المستثمرين بيتجهوا ليها. وفي الفترة الأخيرة ظهر عندنا العملات الرقمية من 2009 تقريبا، وشهدت الفترة الأخيرة آخر السنة اللي فاتت والسنة دي شهدت ارتفاعات قياسية. وبيجي سؤال أو بيطرح نفسه سؤال، هو مين الأفضل، هل الذهب أم العملات الرقمية؟ طبعا كل شيء بيبقى ليه مميزات وليه سلبيات وليه إيجابيات، فأنا حابب أقعد مع حضراتكم هذه السلبيات وهذه الإيجابيات عشان خاطر لما تكون هتاخد قرارك الاستثماري أو نويت ان انت تستثمر اموالك تبقى عارف ايه السلبيات والايجابيات وايه اللي هترتب عليه بعد كده. طيب نيجي نتكلم الاول على وانا هاخد هنا الذهب هو اللي بعين الاعتبار، لان الذهب يعد هو المعدن الاكثر يعني نقدر نقول الاكثر شهيه للتداول بالنسبه للمتداولين على مستوى العالم، او حتى بالنسبه للناس اللي هم التجار، الناس اللي بتشتغل في الأسواق بشكل عام. فأنا هلقي الضوء هنا على الذهب تحديدا وهقارنه بالعملات الرقمية. نخش بعد كده على السلايد اللي بعد كده، وهنتكلم عن شوية معلومات وإحصائيات وأرقام عن الذهب. ليه؟ لأن الإحصائيات والأرقام هي أكتر دليل بيديك رؤية واضحة عن أي سلعة هتتداول فيها أو هتدخل فيها. طبعا زي ما احنا عارفين إن الصين يعتبر أكبر منتج في العالم في عام، يعني احتلت المرتبة الأولى على العالم في 2019 واستحوذت على حوالي 11% من إجمالي الإنتاج العالمي. الخريطة اللي قدام حضرتك ديت هتجد إن قدامك على إيدك اليمين تجد تشاينا بتحتل المركز الأول، طبعا الكلام ده بالطن، بعد كده روسيا، وبعد كده استراليا، وبعد كده الولايات المتحده الامريكيه. وحابب القي الضوء هنا، دايما الصين على الرغم انها دوله بعيده جغرافيا لكن لها ثقل اقتصادي وتاثير كبير جدا على الاسواق وخصوصا في الذهب تحديدا. لذلك كنت هتجد ايام عهد ترامب الرئيس السابق للولايات المتحده الامريكيه كان دايما داخل في حرب تجارية مع الصين، وفي تصريحات كان بيقولها على تويتر إلى آخره كانت بتأثر في السوق بشكل أحيانا إيجابي وأحيانا سلبي. ليه الصين تحديدا؟ وأنا هنا بذكر الصين مع الذهب تحديدا، لأن الصين تعتبر من المؤثرين على أسعار الذهب. لذلك يجب عليك وانت بتشتغل على الذهب أو ناوي تتاجر على الذهب تبقى متابع جيد للأخبار الاقتصادية الخاصة بالصين والتصريحات إلى آخره من هذه الأمور. نخش على بعد كده السلايد اللي بعده. على الرغم ان الذهب تعرض خصوصا لاول فتره من فترات
2020 لبعض الانخفاضات اللي ان هو شهد الحقيقه اقل مخاطره وتقلب للاسعار. وبالتالي لو قدامك شفت حضرتك الجدول ده هتلاقي مثلا النسداك الاس بي 500 هتلاقي الاويل اتعرض لمخاطره عاليه وخسائر كبيره ما عدا الذهب. هتلاقي اكتر معدن او اكتر شيء كانت الناس بتحاول قدر الامكان انها تبعد عن المخاطر، وبالتالي كان اقل تراجع واقل مخاطره بالنسبه للايه للمتداولين. ده الذهب تحديدا بنسمع كلمه ملاذ امن كثيرا، يعني حتى الدول لك الملاذ الامن، وهنعرف ليه بقى ليه هو ملاذ امن، وليه على الرغم ان هو ملاذ امن ومتعرف عليه ان هو كان في سوق الاسهم اللي هو علاقه عكسيه، لكن شهدنا في الفتره الاخيره انه بقى فيه علاقه طرديه، ان الاسهم بتنزل وبالتالي بقى الذهب بينزل، او العكس صحيح، الاسهم بترتفع وبالتالي الذهب بيرتفع. طيب نخش على السلايد اللي بعده. العلاقه بين اسعار الذهب واسواق الاسهم هي في الاساس علاقه عكسيه. ليه؟ لان الناس النهارده بتشتغل في الاسهم وبتحس النهارده ان في خسائر، او النهارده الاسواق مش مضطربه، او في اي احداث ممكن تكون موجوده، اوتوماتيك على طول بيبيع الاسهم ويسيل فلوسه وفورا بيتجه الى النهارده ان هو يشتري الذهب. لكن على الرغم من ده انه بيعتبروا ان الذهب ملاذ امن، لكن شهدنا في بعض الفترات النهارده اسواق الاسهم لما حصل لها هبوط ايضا في بعض الفترات كان الذهب حصل له هبوط. لكن عاوزين نعرف ايه السبب، على الرغم ان زي ما بنقول او المتعرف عليه ان دي علاقه عكسيه، ليس شرطا الاسهم لما تنزل معناها الذهب يطلع، او الذهب يطلع يبقى الاسهم تنزل. هنعرف الكلام ده من السلايد اللي بعده. الذهب ضرب بعرض الحائط هذه المقوله ان اسعار الذهب واسعار الاسهم في علاقه عكسيه. طيب لماذا يرتفع الذهب مع مكاسب الاسهم ويتراجع رغم خسائرها احيانا؟ احنا كنا شفنا الكلام ده في اجابه واحده اللي هو التحفيز المالي. طبعا احنا كنا متابعين الفتره الاخيره الادوات التحفيزيه اللي كانت موجوده الولايات المتحده الامريكيه والتحفيز المالي الى اخره. يرتفع الذهب عاده بيرتفع مع المزيد من اي تحفيز مالي او نقدي، لانه بيعتبر بمثابه تحوط ضد تسارع التضخم وانخفاض قيمه العمله. برضه الاسهم في نفس الحاله دي كانت بتتلقى دعم حوافز ماليه كونها ان الاسهم دي جايه من شركات قويه وشركات عملاقه. لكن الخلل ده هل اتكرر بكده في على مستوى اسواق سنوات سابقه؟ لو جيت بصيت للجدول ده حضرتك هتجد ادي مثلا مؤشر الاس بي ومؤشر الجولد او اسعار الجولد، هتجد ان في ما بين 80 سنه 82 من نوفمبر لاغسطس حصل النهارده انه بقى في علاقه طرديه. برضه لو جينا في سنه 98 هتلاقي برضه ان كان في علاقه طرديه، على الرغم من بعض السنوات ده كان بالماينس ده بالايجاب، ده بالماينس ده بالايجاب. يبقى مش لازم يكون التاثير في بعض الاحيان علاقه الاسهم بالذهب بتبقى علاقه عكسيه. بيبقى في حالات شاذه، الحالات دي نتيجه احداث اقتصاديه بتحدث على الساحه، او النهارده بعض القرارات اللي ممكن تتاخد من بعض رؤساء الدول. الموجه بتاعت فيروس كورونا خلت الاسهم الحقيقه بتعاني من عمليات بيع، وخصوصا في منتصف شهر مارس. وفي نفس الوقت العقود الاجله للذهب شهدت اكبر خساره ممكنه كانت في يوم واحد. طبعا كورونا او فيروس كورونا ربنا يحفظكم جميعا لم يترك مجال من المجالات الا ما اثر بها بالسلب، وكلنا طبعا كنا شفنا موضوع الاويل والنفط وايه اللي حصل فيه. كنا اول مره نشوف النفط بالماينس، كانت مفاجاه لينا اول مره نشوف اسعار البترول بالسالب على الشاشه. شوف السلايد اللي بعده. متى يصبح الذهب ملاذ امن؟ الذهب كملاذ امن بتزداد الشكوك حولها في بدايه الصدمات الاقتصاديه، يعني اول ما بيحصل ازمه اقتصاديه، صدمه اقتصاديه، فجاه بتلاقي موجات بيع في الاسواق الماليه على المدى القصير. لكن على المدى الطويل الذهب يرجع لوضعه الطبيعي كاستثمار امن. عشان كده لما تشوف حاله شاذه
ان في بعض الاحيان ان تلاقي علاقه طرديه ده بيبقى تاثير قصير المدى وليس طويل المدى. لو جيت بصيت النهارده لاسباب تراجع الذهب في الفتره اللي فاتت هتجد عده محاور او عده نقاط كان بيدور عليها هذا الموضوع او اعتمد عليها. يعني اولا الناس توقعت او المتداولين او التريدر ان خلاص مع وجود لقاح كورونا هنبتدي بتوقع النشاط الاقتصادي يبتدي يزداد ويزدهر الى اخره. ودايما لاحظ لما بيكون في فتره خوف بتلاقي بيحصل عمليه النهارده الناس بتتخوف وبتتراجع وشهيه المخاطر بتقل. ارتفاع معدلات النمو التي ما زالت تظهر ايجابيه لعوده شهيه المخاطر من جديد والتخلي من عن الملاذات الامنه، خلاص شهيه المخاطر عندي عاليه رجعت لمستواها الطبيعي، بالتالي هبيع الذهب او اتخلى عن الذهب وابتدي الجا للاسهم او لادوات استثماريه اخرى. اللي حدث خلال الاسبوعين اللي فاتوا والماضيين في وول ستريت مع صناديق الاستثمار والخسائر دفعها الى عمليات بيع على المعدن الاصفر، ناهيك انه بالاصل كان هناك تراجع على حيازات الصناديق في المعدن الاصفر، وده اللي اظهره اخر تقرير للمجلس العالمي للذهب كان الاسبوع اللي فات. تحسن العرض من الذهب في السوق المحلي بالصين، عشان كده جيت قلت لك في الاول السلايد الاولانيه خالص لما اتكلمنا على ان الصين بتمثل 11% وانها تعد من الدول الاولى على مستوى العالم في موضوع الذهب. تحسن العرض من الذهب في السوق المحلي بالصين كان الطلب يظهر مزيد من الضعف بشكل كبير، ورسم البيان اللي قدام حضرتك ده بيبين انه تحديدا في 2020 لو جيت انا بصيت شويه يمكن الصوره مش واضحه شويه الريزولوشن بتاعها، بس هتلاقي ان كانت في تراجعات كبيره قوي مع بدايه ازمه كورونا، وده اللي احنا بنقوله ان بعض على المدى القصير يحصل بعض التراجعات، لكن على المدى الطويل كاستثمار وكملاذ امن النهارده. ولازم تفرق بين حاجتين الحقيقه، بين ان انت بتتداول وان انت بتستثمر، فرق بين الاثنين. الاستثمار هو اللونج تايم، ان انا بعمل انفستمنت على فتره طويله لا تقل عن 6 شهور او سنه تقريبا، عشان تقدر توضح او تقدر تفهم المفهوم بين التريدر او ان انا كمستثمر طويل المدى. شوف السلايد اللي بعده. وده يمكن الاهم بالنسبه لي وحديث الساعه العملات الرقميه. يمكن بستقبل الكثير من الاسئله عن العملات الرقميه، على الرغم ان احنا عندنا كورس على اليوتيوب بيختص بالعملات الرقميه، يمكن اوائل الناس بفضل الله تعالى نزلنا اول كورس باللغه العربيه مجانا على اليوتيوب كنا بنتكلم فيه عن العملات الرقميه. لو جينا بصينا على ملخص حياه البيتكوين من 2009 تم انشاء البيتكوين، 2010 اول دفعه نزلت من البيتكوين، 2011 البيتكوين بقى يساوي دولار، 2014 شركه مايكروسوفت احدى اكبر شركات في العالم قبلت او سمحت بالدفع بالبيتكوين، يمكن هم في الفتره الاخيره شالوا هذه الاوبشن، لكن انا بقول لك السيناريو بتاعها مش ازاي. ف 2015 اكثر من 100,000 تاجر او شوب او تقدر تقول منصه تسويقيه قبلوا عمليه الدفع بالبيتكوين. ف 2016 اعترفت اليابان رسميا بعمله البيتكوين كعمله قانونيه. وهنجد هنا في كثير من الدول بتعارض البيتكوين، وفي كثير من الدول يمكن بتجرم البيتكوين، فده بيعتمد على الدوله اللي حضرتك مقيم فيها. يعني مثلا على سبيل المثال في الولايات المتحده الامريكيه بقى عندنا منصات اي تي ام صراف الي للبيتكوين عن طريق الموبايل، ابلكيشن الموبايل، وعن طريق الصراف الالي بتربط حسابك بين الاثنين وتقدر تشتري بيتكوين او تبيعه وات ايفر زي ما انت عاوز. ف 2017 البيتكوين وصل ل 20,000 دولار. في نقطه مهمه جدا خلوا بالكم منها، ان البيتكوين اتعرض لفتره من الفترات لحرب شرسه هو والعملات الرقميه كلها، وكانت من اوائل الحروب دي يمكن في عهد ترامب شخصيا كان هو ضد تماما العملات الرقميه، ويمكن شاهدنا انخفاضات كتيرة.
انا مش عارف، يمكن انا مش شايف الشاشة، لكن هرجع تاني عليها. هل صوتي واضح؟ بعتذر، يمكن دي خلل عندي في الانترنت. تمام. في 2017 زي ما قلت لكم ان البيتكوين تعرض لحرب شرسة في فترة من الفترات، في 2017-2018، وجي بعد كده بعد فترة شفناه نزل لمستويات سعرية، والناس كلها قالت لك ده خلاص البيتكوين هيموت وهي عملة وهمية الى اخره. على فكرة انا لست مؤيد ولا معارض للبيتكوين، يعني انا مش مؤيد ولا معارض، لكن بميل اكتر الى تصديق اللي هي التكنولوجيا المتطورة، وخصوصا البيتكوين والعملات الرقمية كتكنولوجي مش كعملات الى اخره يعني. فعندي ثقة كبيرة في هذا الموضوع، ويمكن من احد اسباب الحروب اللي تحاربها البيتكوين كان في اساسها البنوك، هي اللي قامت بشن هذه الحرب على العملات الرقمية بشكل عام، لان اكتر قطاع هيتضر من العملات الرقمية هو القطاع المصرفي. ليه؟ بسبب النهاردة ان حضرتك لو رحت عملت تحويل بنكي من اي بنك، رحت عملت دفعة شيك، بياخدوا مستقطعات، بياخدوا رسوم، فبالتالي الرسوم دي النهاردة في العملات الرقمية بالنسبة للعملات الرقمية كسرعة وكرسوم العملات الرقمية اقل، غير طبعا السيكوريتي زي ما هنشوف يعني. في 2018 ولاية أريزونا الأمريكية قبلت إن الناس تدفع الضرائب بالبيتكوين، يعني أقدر أدفع الضرائب بتاعتي عن طريق البيتكوين. أكثر من 15 دولة تسمح بتكنولوجيا البيتكوين اللي هي بلوكتشين في جميع أنحاء العالم. في 2020 السنة اللي فاتت كانت لا تزال رائدة مجال العملات المشفرة والرقمية بين أكثر من 1000 عملة رقمية أخرى. في 2021 شفنا النهاردة يمكن في الأسبوع المنصرم اللي فات ده البيتكوين كان هيوصل للـ50 أو اقترب من النهاردة مستويات $50,000. طيب هنشوف بقى الكلام ده ونترجمه، عشان لما تيجي تشوف الأخبار وتقرأ الأخبار وتقرأ أي تصريحات تبقى أنت فاهم إنها بتتحرك إزاي، لأن البيتكوين أو العملات الرقمية خلي بالك ملهاش يعني مش مركزية، ملهاش مركز، فاهم؟ ملهاش حد بيتحكم فيها. فتعال نشوف بقى الدنيا دي بتمشي ازاي، وايه اللي بيأثر وايه اللي ما بيأثرش الى اخره من هذه الامور. نشوف السلايد اللي بعده. دي احصائيه بتوريني عدد الصفقات والتريد في الدقيقه الواحده، في الدقيقه الواحده على البيتكوين. ناخد مثال، مثلا منصه كوين بيز. منصه كوين بيز من اشهر المنصات لشراء وتخزين البيتكوين وبعض العملات الرقميه الاخرى زي الريبل. طبعا هو اوقف الريبل نظرا ان الريبل كان عليها قضيه من القواضي في الجهات الرقابيه، واوقف يعني شرائها، لكن موجوده عنده على المنصه. تخيل ان في الدقيقه الواحده بيتم حوالي 209 تريده صفقه، يعني طبعا في منصات كتير، لكن انا جايب لك احصائيه. انا يعني انا بما ان انا شخصيا بشتغل على كوين بيز، او انا شخصيا ليا حساب في كوين بيز، فانا مهتم بكوين بيز. طبعا قدام حضرتك رسم البيانات دوت بيوريك ان كل منصه من المنصات بتستقطع قد ايه من الصفقات، طبعا بالشكل يعني من الصغير للكبير، بتحتل المركز الاول هي كوين بيز. طبعا ده بيديك برضو ان كل ما بتشوف عدد الصفقات بيزيد، يعني الناس بتتاجر، يعني الناس بتشتغل، يعني الناس بتشتري، يعني الناس بتبيع، تمام؟ فده برضو بيديك رؤية، بتبقى تعرف المعلومة، بتشوف المنصات اللي بتعتمدها. وبرضو في بعض المنصات زي كوين بيز النهاردة لما خصوصا الناس اللي عايشين في أوروبا أو في أمريكا، لما بيجي يعمل فايلينج للضرائب لازم يثبت الكلام ده في الضرائب بتاعته، سواء خسران أو كسبان في العملات الرقمية. طيب نشوف السلايد اللي بعده. تعدين البيتكوين من احد الوسائل اللي كانت في بداية الامور العملات الرقمية، ان انا بعمل عملية تعدين، بستخرج البيتكوين عن طريق اجهزة متخصصة او عن طريق كروت الشاشة. ويمكن شرحنا الموضوع ده بالتفصيل بالصوت والصورة وبالمواقع على كورس البيتكوين اللي موجود على اليوتيوب على FX بورس، ممكن حضرتك ترجع له وتشوفه، هتلاقي فيه كل المعلومات وكل الانفورميشن وكل الروابط موجودة تحت الفيديوهات. حضرتك شكل البيان اللي قدامك ده بيبين النهارده مدى صعوبه التعدين. التعدين اصبح مكلف جدا،
اجهزته مكلفه قوي، طبعا بيستهلك كهرباء عاليه جدا، فبالتالي كل ما الصعوبه بتزيد بالتالي الموضوع بيبقى صعب قوي. فاصبح التعدين الان من وجهه نظر الشخصيه، وانا يمكن كنت بعدي فتره من الفترات، لكن لما لقيت النهارده التكلفه بتاعه التعدين بقت عاليه جدا، لان ده برضو بيعتمد او بيتوقف على سعر الكهرباء او الباور في البلد اللي انت مقيم فيها حضرتك. بعض البلاد مثلا بتستخدم الطاقه الشمسيه، وبعض البلاد الكهرباء فيها رخيصه، وبعض البلاد الكهرباء. زي ما حضرتك شايف النهارده في رسم البياني ده، هتجد ان البيتكوين بقى في نفسه شرسه وصعوبه كبيره جدا في التعديل. شوف السلايد اللي بعده. السلايد ده انا جايب لك صور من منصات اخباريه معروفه زي السي ان ان مثلا. ويمكن في اخر 3 سنين بدات الناس تهتم جدا باخبار البيتكوين، لانه اصبح ترند، اصبح اتجاه الحديث عنه هو حديث. يعني بتلاقي رؤساء دول بتتكلم عنه، تلاقي وزراء، تلاقي مستثمرين، تلاقي وزي ما هنشوف. فهتجد ان حضرتك النهارده تسرب للجهات الاخباريه ديت النهارده هلع وعشق او شغف الناس بالتداول على البيتكوين، وبقت الاخبار بتلاحقه في اي وقت اي حد بيكتب عن البيتكوين. لغايه النهارده اتطرح سؤال، هل البيتكوين هيزيح النهارده؟ هيزيح النهارده الذهب ويبتدي هو، حتى سموه الجولد كريبتو اللي هو العمله الذهبيه، يعني كمقياس ما بينه وما بين الذهب. وشاهد طبعا الكلام ده نتيجه الاتفاقات الكبيره والتداول الكتير اللي بيحصل على البيتكوين. وتعالوا نشوف السلايد اللي بعده، المزيد من الاخبار دي اللي اثرت على النهارده اسعار البيتكوين وخلته في عمليه ارتفاع. بيبال اعلن النهارده ان هو اكسبتد رسمي البيع وشراء البيتكوين عن طريق البيبال. لو حضرتك دخلت على البيبال، طبعا البيبال مش متاح في كل الدول، في دول متاحه ودول لا، فده بيتوقف حضرتك على الدوله اللي انت منها. طبعا مصدر الخبر bitcoin.com، احد المنصات الاخباريه اللي هي مهتمه بنشر الاخبار البيتكوين والعملات الرقميه بشكل عام. طيب يبقى النهارده المنصات الاخباريه مهتمه جدا ومتابعه جدا البيتكوين. منصات كبيره زي البيبال النهارده بقت اعتمدت البيتكوين. احب اضيف النهارده نزل خبر ان ماستر كارد اعتمدت البيتكوين. الخبر ده يمكن انا لسه قاريه من ساعه او نص ساعه تقريبا. شركه ماستر كارد اللي احنا معروفه بتاعت الفيزا كارد وماستر كارد اعتمدت البيتكوين. فكل ده بيديك ثقه او بيديك رؤيه او بيديك تراست. ما هو مش ممكن تكون الشركات الكبيره دي ما فكرتش في التقلبات الاسعار و لكن مدى انضمام الشركات العملاقه الكبيره دي والشركات قيمتها السوقيه بالمليارات، احنا مش بنتكلم على شركات صغيره، انها تنضم الى المؤيدين للبيتكوين، فدي اشاره ايجابيه. شوف السلايد اللي بعده. بيبل ميلر بيخطط لشراء 400 مليون دولار امريكي من البيتكوين. على فكره هو من اوائل الناس واحد المؤيدين تماما للبيتكوين. بيملك صندوق تحوط بيخطط لشراء 400 مليون دولار من البيتكوين، وبيصل استثمار فيه 15% من اكبر صناديق التحوط اللي تابعه لميلر. ده برضو بيديني مؤشر تاني، الناس دي النهارده ما بتهركش، الناس دي مش هتحط فلوسها وتاني يوم تضيع، لا، الناس دي عارفه كويس قوي هي بتعمل ايه. ده برضو بيديني انطباع ان الناس بدات تاخد تراست وثقة، وان انا هبدأ اتعامل بالبيتكوين او العملة الرقمية. طيب تعالوا نبص بقى على السلايد اللي بعده لانه مهم جدا. صاحبنا ايلون ماسك على حسابه على تويتر في فترة من الفترات، جه الاسبوع اللي فات تحديدا، وكتب على في تعريف التويتر بتاعه كلمة بيتكوين. جه بعد كده عمل فوت تصويت على العملات الرقميه وخصوصا دوج كوين والعملات الرقميه الاخرى. بدا يحط تغريدات كانت في بعض الاحيان غير مفهومه للناس، لكن
اللي قارئ جيد ومتابع جيد لسوق العملات الرقميه هتجد مثلا الدوت كوين ارتفع من يعني تقريبا من 0.5 الى 0.8 او 0.9 في الوقت الحالي على ما اذكر. يعني ده كله ايلون ماسك طبعا صاحب شركه تسلا، يعتبر دلوقتي يحتل المرتبه الثانيه او الاولى كاغنى اغنياء العالم، اغنى شخص في العالم. النهارده ان هو يكتب تغريدات او يحط النهارده علامات زي كده، ده معناه او ليه دلالات كثيره الحقيقه. لكن يجب انك تكون مراقب جيد. يعني انت النهارده لو عندك حساب على تويتر لازم تتابع الناس دي، ليه؟ لان تغريداتهم او رايهم بيأثر على الماركت، وده شيء معروف. ان كون ان ايلون ماسك رئيس التنفيذي لشركه تسلا اتكلم في الكلام ده، هنجد انه بعد ما عمل كده في السلايد اللي بعده هنتفاجئ بخبر نزل على اكتر من جريده رسميه، وول ستريت جورنال و نيويورك تايمز، ان تسلا اشترت 1.5 بليون بيتكوين. البليون اللي هو مليار يعني، ما حدش يقول لك بليونير يعني. والنهارده بعد ما تم تصريح الكلام ده، النهارده وجدنا ان البيتكوين شهد، هو ده كان سبب الارتفاعات الشاهقه اللي حصلت الاسبوع اللي فات للبيتكوين، وكان قرب لل 50. هو الخبر ده، هو التاثير ده. شفت تاثير احد الناس المستثمرين الكبار على مستوى العالم واغنى اغنياء العالم، تاثيره قد ايه على عمله زي كده؟ مجرد انه كتب تويتر، بس تويتر كتبها خلى السعر يوصل ل 50,000. نروح للسلايد اللي بعده. مش البيتكوين بس اللي زادت الحقيقه واللي شهدت الارتفاعات، هنجد ان الايثيريوم وصل ل 1733 مقارنه لو كان 730 دولار في اول يناير. عمله الريبل كانت 43 وصلت 0.43، وصلت كمان 0.70، ما كان سعرها حاجه و20 سنت. اللايت كوين نفس الموضوع، الايرلاند برضو نفس الموضوع، كان ب 26 وصل 177. عمله البي سي اتش وصلت 465. ما هو ليه ده حصل؟ لان البيتكوين تقدر تعتبره هو الاندكس بتاع العملات الرقميه، هو اللي بيسحب معاه السوق لاعلى او بينزل معاه السوق لاسفل بنسبه حوالي 40-50%. طبعا هو بيأثر في الانخفاض اكتر، يعني لما البيتكوين بينزل بياخد معاه العملات الرقميه اسرع من الارتفاع للاسف يعني. واخيرا عمله الدوت كوين اللي هو كان بيتكلم عنها ايلون ماسك، كانت زي ما قلت لك وصلت 0.8 لما كانت 0.05. انت متخيل نسبه حوالي 1322%، مجرد تغريده كتبها او تويتر كتبها. شوف السلايد اللي بعده. طيب دلوقتي البيتكوين قدام الذهب. وبرجع واكرر، انا هنا ما بقولش يعني ما بنقولش انك تتاجر في البيتكوين ولا تتاجر في الذهب، انا ببين لك المميزات والعيوب. من احد مميزات او البند الاولاني الخصوصيه. البيتكوين فيه خصوصيه باستخدام التشفير لضمان الخصوصيه والامان نتيجه البرمجه الخاصه بالبيتكوين البلوكتشين. الكلام ده مش متوفر في الذهب، والذهب بيتطلب عشان تنقله طرف ثالث وحضور طرفين فعليين، اللي هو الشخص اللي هو اللي هيبيع ويشتري. يجي بعد كده التنقل، عمليه النقل. لما تيجي تنقل الذهب، الذهب طبعا ثقيل الوزن، يصعب نقله، وغير انه بيحتاج حراسه، بيحتاج يعني ستيبس معينه وطرق معينه عشان اقدر انقله. الكلام ده مش موجود في البيتكوين. ناهيك عن الوقت، الوقت النهارده اللي تنقل فيه مثلا طن او طن ذهب مثلا، يعني النهارده اصبح البيتكوين هو بضغطه زر في اقل من 3 ثواني ممكن اشوف النهارده في حسابي او حساب شخص اخر في بلد اخرى في قاره ثانيه مختلفه نزل الفلوس في الاكونت بتاعه من غير ما استغرق اي او اي مصاريف اخرى. يعني التحقق بيتم البيتكوين عن طريق ما يسمى دفتر الاستاذ، ويمكن كان شرحناه في كورس البيتكوين.
وبيتضمن القدرة على التحقق، يعني في ان انا اقدر اتحقق من الشخصية بتاعتي او الشخص اللي انا ببيع له عن طريق دفتر الاستاذ. الذهب بيفتقر الامكانية دي، وممكن يحصل تزوير، ويمكن شفنا حاجات كتير، او ساعات ما تروح تشتري من محل ذهب اللي ساغة لازم تكون تشتري من حد يكون بتثق فيه عشان الذهب ما يكونش مغشوش. الرسوم المنخفضة، ودي يمكن انا القيت الضوء عليها في سلايد فاتت، وده كان السبب الرئيسي انه البنوك او القطاع المصرفي حارب بشدة العملات الرقمية، لانه هيأثر على القطاع بتاعه. معاملة البيتكوين، كان في احد المعاملات في البيتكوين كانت حوالي اكتر من مليار دولار، كان مرسوم التحويل بتاعتها 700 دولار. تخيل انت لو هتحول مليار دولار عن طريق البنك هيكون هياخد رسوم قد ايه؟ طب لو تخيل النهارده لو انا شارب مليار دولار ذهب هنقله ازاي؟ هيكلفني قد ايه عشان انقله بحراسات الى اخره؟ لكن البيتكوين طبعا الرسوم بتاعته منخفضه، السرعه، الحاجات دي كلها الى اخره. طيب شوف السلايد اللي بعده الاخير. قابليه التجزئه، ان انا اقدر النهارده اجزأ البيتكوين يعني انا معايا واحد بيتكوين اقدر اجزأه لاكثر من ساتوشي اللي هو العمله الاصغر للبيتكوين، واقدر ابيع منه اجزاء. لكن النهارده الذهب ما فيهوش القصه دي، مش هقدر. انا معايا مثلا سبيكه ذهب مش هقدر اكسرها، يعني هتفقد قيمتها. الندره برضو، الندره بتمنح الذهب مكانه كقيمه مخزن ثمين، يعني كمخزون ثمين، مع ذلك فان القيمه قابله للتطبيق بشكل اكبر على البيتكوين، التنبؤ بالبرمجه او البرمجه الخاصه بالبيتكوين. ويمكن تحديد عرض البيتكوين المستقبل يعزز فكره من الندره. احنا بنعدن ليه؟ بيتم عمليه التعدين، وعمليه التعدين مكلفه ليه بالاجهزه؟ لانه نادر، يعني يصنف ان هو نادر. مش بنفس الفهم او المفهوم بتاع ندره الذهب، لكن يصنف انه نادر. الاستبدال، تحديد قابليه الاستبدال نفس القيمه على نفس القطعه. بالنسبه لعمله البيتكوين المشفره تكون القيمه نفسها لكل بيتكوين في وقت واحد، بينما في حاله الذهب قد نقاء الذهب نفسه، طبعا عارفين الذهب ما بيبقاش بيور، والذهب درجات، في عيار 24 21 عيار 18 الى اخره، فليه ده سبب درجه النقاء. لكن البيتكوين واحد قدام واحد، فلوس قدام كذا، ما فيش فيها جدال. يعني ده بمنتهى البساطه عنوان محاضرتنا النهارده. اسف اذا كنت اطلت عليكم. طبعا انا كنت وعدتكم النهارده ان هيكون في عمليات سحب. عندي اربع حسابات مجانيه بقيمه كل حساب 50 دولار مقدمه من شركه اكسنس. هنعمل الاتي، يا ريت تركز معايا. كل واحد هيفتح النهارده الشاشه اللي على جنب ايدك اليمين دي ويشوف اسمه فين، تمام؟ يشوف اسمه فين ويشاور عليه ويصوره بالموبايل وهيبعته لي على الايميل info@fxbursa.com، يذكر فيه اسمه بالكامل والايميل بتاعه، وهنعمل عمليه سحب لاربع جوائز. تاني كل شخص حضر المحاضره من فضلك دور على اسمك هنا، مثلا الاخ ايمن مثلا على سبيل المثال، هتصور بالموبايل وتروح عامل لي دايره باسم الاحمر كده او علامه كده باسمك، وتبعت لي الصوره دي على info@fxbursa.com. لو دخلت على www.fxbursa.com ده موقعنا، الايميل بتاعنا الوحيد info@fxbursa.com. ارحب باي سؤال، لو في حد عنده سؤال ممكن يرفع، يعني انا هشيل انت التمكين من المايك بس نمشي بالدور بس واحد واحد. لو عاوز يسال سؤال او عنده استفسار كل سرور ممكن اجاوب. يعني كان في اكتر من شخص كان حاول يسال اثناء المحاضره. طيب مفيش اي اسئله، في اي سؤال؟ سيد شريف، طيب ارجع تاني واقول بخصوص اربع حسابات اللي هم الجوائز، ارجو من كل واحد يروح يتكل على ايده اليمين يفتح هنا ويدور على اسمه عندك صوره بالموبايل، وحضرتك تعلمني على اسمك
كده وتبعت لي الصورة سؤال باسمك بإيميلك على info@fxbursa.com. اتشرفت بيكو وشكرا لذوقكو وشكرا لوقتكو، واتمنى ان انا اكون شريف افيدكو يعني. تحياتي.